سقطرى الحلقات المفقودة في معركة استعادة الدولة اليمنية وأهم الحلقات التي تتموضع في مساحة ليست بالهينة عندما يتعلق الأمر بالبحر وعندما يتعلق الأمر بالعمق الحيوي أيضا ونقاط القوة الاستراتيجية للدولة اليمنية والأمن القومي اليمني المتصل بالبحر والمحيط تستخدم الإمارات العديد من الشماعات لمضاعفة عوائق استعادة الدولة اليمنية وتعمل على تشويش دور التحالف في ذهنية قوى المقاومة المحلية ويسيل لعابها صوب المواقع الواقعه على خطوط التجاره الدوليه وسقطرى على وجه التحديد. انتصار الجغرافيا والترابط المادي الحضاري والموقع الحيوي لسقطرى جعلها حاضره بشكل دائم في الذاكره الجمعيه لليمنيين، الامر الذي يصعب على صناع السياسات المحليه والاقليميه تجاوزه لصالح اي ترتيبات اخرى. شباب سقطرى وهم في عمر الزهور يتزاحمون في سلم الطائرة مدفوعين بشغف تحقيق الأمنيات الفردية والسفر والبعض لأول مرة يصعد سلم الطائرة شباب وطلاب أبناء واحدة من أهم الجزر على كوكب الأرض نهب الثروات وتمليك الاراضي والسواحل في سقطرى لهيئات وافراد اماراتيين وسيطره نافذين اماراتيين على قرار الجزيره والمحافظه وخروج المنشات الحيويه من سيطره الدوله اليمنيه مؤشر للخطر القادم من جهه البحر في ظل صمت السلطه الشرعيه تجاه كل ما يحدث في الجزيره. رساله بعثها مواطن من سقطرى للرئيس هادي حملت العديد من المضامين مزوده بالدلائل عن نهب الاحجار والاشجار والحيوانات. وتضمنت الرساله اشاره الى شخص يدعى ابو مبارك الاماراتي وهو الحاكم الفعلي لسقطره بتواطؤ مع المحافظ اشارت الرساله الى خروج بوابات سقطره والمطار والميناء عن سيطره الدوله واصبحت خاضعه لابو مبارك وحراسه اماراتيه لدرجه وصلت الى اقاله مدرعه من ميناء سقطرى الذي اصر على تفتيش الصناديق الكبيره التي تنقل ثروات سقطره كما اعترض على تحويل ايرادات الميناء لحساب شخصي بطلب اماراتي <applause>